الآن. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الصحة اليوم. زي ما عودنا حضراتكم في كل حلقة بنتناول قضية من القضايا التي تمس الصحة وصحة الإنسان المصري بشكل مباشر، ويمكن احنا تناولنا ده من خلال ملفات فتحناها مع المسؤولين في وزارة الصحة، ولكن تبقى هناك ملفات خاصة بأمور تمس صحة الإنسان. هذه الملفات ليست فقط عند المسؤولين في وزارة الصحة، ولكن المسؤول عنها أجهزة أخرى ووزارات أخرى. يمكن احنا بنلاحظ في الفترة الأخيرة انتشار الأمراض بشكل كبير جدا، وارتفاع معدل المرض بأشكال مختلفة في مصر، وخاصة الأمراض الفيروسية أو الأمراض الميكروبية. يمكن لو لما بنسأل أي حد من العلماء أو من الدكاترة الأساتذة الكبار، دايما بيقولوا لنا ارتفاع معدل المرض في أو الإصابة أو الأعراض المرضية ممكن يكون السبب في التلوث. التلوث ممكن تجنبه، ممكن نحن نتجنب العوامل أو نتجنب المواد الملوثة سواء عن طريق باللمس أو الاختلاط أو كده، ولكن يبقى هناك أمر في غاية الأهمية وهو الهواء. الهواء اللي احنا بنتنفسه، طب تلوث الهواء ده ازاي انا اتجنبه؟ احنا بنمشي في الشارع، ما فيش حد يقدر يقتل نفسه، ما فيش حد يقدر يفضل ماشي على طول بكمامة صبح وليل بره وجوه. عشان كده تلوث الهواء امر في غاية الخطورة، لان تلوث الهواء بيسبب الكثير من الامراض التي ربما بعضها يصل الى درجة الخطورة. ويمكن في الاحصائيات الاخيرة وفي بعض الدراسات وبعض الاخبار التي تناولتها الصحف القومية والخاصة، ذكرت يمكن اخر احصائيه كان من حوالي يومين، ذكرت ان مصر او القاهره بالتحديد تعد من اوائل المدن الاكثر تلوثا في العالم، وهذا الامر ينذر بالخطر، وهو امر غايه في الاهميه لابد من مناقشته. كيف تنظر الدوله الى تلوث الهواء، وما هي الاليات التي تتبعها الدوله للحد من هذا التلوث، وما هي خطوره تلوث الهواء، وكيف يمكن ان تتضافر الجهود للقضاء ما أمكن على ظواهر مثل ظاهرة السحابة السوداء وخلافه. أمور كثيرة تتعلق بتلوث الهواء وربما أنواع أخرى من التلوث مسؤول عنها إدارة متخصصة اسمها إدارة الأزمات والكوارث أو الكوارث والأزمات البيئية في وزارة البيئة. كان لابد أن نلتقي بالمسؤول الأول عن هذه الإدارة في مصر لنتعرف معه على حقيقة الأمر وعلى الصورة بشكل واضح كما هي عليه الآن من أو في هذا الشأن أو فيما يتعلق بقضية التلوث وتلوث الهواء. وبالتالي كان ضيفنا في هذه الحلقة اليوم هي الدكتورة كوثر حفني، رئيس الإدارة المركزية للكوارث والأزمات البيئية. برحب بك دكتورة. أهلا وسهلا دكتورة. موضوع تلوث الهواء، قبل ما نتكلم عن خطورته، عايزين نتكلم عن ايه هي اهم اشكال تلوث الهواء. بداية احنا لما نتكلم على تلوث الهواء لازم نعرف بس الاول معنى كلمة تلوث هواء يعني ايه. احنا بنقول ان تلوث الهواء اي دخول غازات او اي تركيزات مختلفة تغير من خصائص تلوث أو تركيب الهواء اللي احنا عارفينه، يأثر هذا سلبا على صحة الإنسان، فمعنى كده ان في تلوث هواء طالما في تأثيرات على صحة الإنسان بالسلب. طيب لما نيجي نتكلم على تلوث الهواء بنقول طيب ايه المصادر اللي هي بتطلع لي الغازات والملوثات اللي هي بتأثر على تلوث الهواء؟ بيبقى عندنا مصادر رئيسية بنشتغل عليها. احنا هنا في وزارة البيئة مختصين بالحد من تلوث الهواء بالنسبة على مستوى الجمهورية. طب نشتغل على ايه عشان خاطر نقلل من هذا التلوث؟ عندنا المصادر الموجودة مصادر صناعية، اي انشطة صناعية موجودة
دي بتأثر على بتطلع انبعاثات، فبالتالي تأثر لي وتطلع ملوثات تأثر على تلوث الهواء. عوادم السيارات، إذا عدد السيارات كل ما بيكبر مع حاجات كتير كفاءة بتاعت العربيات دي تأثر لي على تلوث الهواء. الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة تأثر لي على تلوث الهواء. الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ده مصدر أساسي من ملوثات الهواء. كل دي زي ما بنقول عليها مصادر بشرية، يعني من صنع الإنسان، إلى جانب إن في بقى مصادر طبيعية هي من صنع الطبيعة ممكن تأثر على تلوث الهواء، زي رياح الخماسين لما تديني تركيزات أعلى شوية في الأتربة العالقة الموجودة تأثر على الناس اللي هم ليهم حساسية صدر موجودين، أو ناس كبار السن الكبير، بحيث إنهم يقدروا أي تغيير في نوعية الهواء أو جودته تأثر عليهم. طبعا المصادر الطبيعية دي طبعا من صنع الله سبحانه وتعالى، فما نقدرش نتدخل فيها، لكن إن إحنا بنقدر نعمل احتياطاتنا ليها. لكن اللي بنقدر نشتغل عليه في وزارة البيئة هي المصادر الأخرى اللي إحنا تكلمنا فيها. لما نيجي نتكلم على مصادر طبيعية زي إيه؟ مصادر طبيعية رياح الخماسين اللي احنا دلوقتي مثلا في الفترة اللي احنا في رياح الخماسين دي تبقى عواصف وأتربة كتيرة، لكن الأتربة اللي بتيجي من الرياح الخماسين ما بتبقاش مقلقة قوي زي اللي جاية من المصانع اللي جاية من عوادم المركبات، لأن هي بتبقى كلها عبارة عن أتربة رملية كثافتها بتبقى تقيلة فبتسقط على طول، حجمها بيتساقط، لكن بيفضل منها أتربة دقيقة جدا هي اللي ممكن تدخل في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، ودي بنقدر نتخلص منها على طول من ناحية اللي هي اللي ربنا حبيهن من الحواجز الأنفية والحاجات دي بنقدر ان احنا نتخلص منها. فبنقول انها ما بتسبب ليش خطورة كبيرة على صحة الإنسان. اللي بتسبب خطورة هي المصادر البشرية اللي احنا بنتكلم عليها. في مصادر اخرى برضو الطبيعية زي بتاعة الزلازل، البراكين، الحاجات دي بقى طبعا ان هي ممكن تطلع كيماويات او تطلع حاجة زي كده، لكن الحمد لله احنا مصر مش من البلاد اللي هي دايما يحصل فيها براكين او حاجة زي كده. اذا حدثنا كله هيكون على المصادر البشرية اللي من صنع الانسان. بنيجي بنشتغل على محاور الأربعة اللي احنا قلنا عليها، مصادر صناعية، مصادر عوادم مركبات، أنشطة حرق مكشوف للمخلفات الصلبة، وحرق مكشوف للمخلفات البلدية. ودي المحاور الأساسية بنشغل عليها طول العام، وبنخص برنامج معين أيام السحابة السوداء بتركيزات معينة هنتكلم عليها. لو جينا نتكلم على اللي هي المصادر الصناعية، دي طبعا منتشرة، عدد المصانع اللي موجودة في القاهرة الكبرى عددها بيفوق كثير جدا، نص عدد المنشآت تعتبر موجودة في القاهرة الكبرى، فبالتالي بنخص بالتلوث زي ما انت قلت القاهرة الكبرى بصفة خاصة نظرا لعوامل كتير موجودة فيها. ايه العوامل اللي موجودة فيها؟ عدد السكان اللي موجودين في القاهرة تقريبا 16 او 17 مليون الى جانب الوافدين يوميا ليها. المنشآت الصناعية بتتركز معظمها قرب نصها في القاهرة الكبرى، عدد المركبات بتفوق 6 مليون مركبة على مستوى الجمهورية قرب نصهم موجودين في القاهرة، فبالتالي بتبقى في عوامل كتير موجودة في القاهرة. إلى جانب بقى عامل مهم جدا، الحاجات دي كلها دي مصادر تلوث، عامل مهم جدا بيبقى موجود بيساعد على تركيز هذه الملوثات زي ما بنقول التوبوغرافي بتاع القاهرة، الوضع بتاع القاهرة الجغرافي بتاعها، بنقول ان هي القاهرة بتعتبر زي بوتقة لتركيز الملوثات. ليه؟ لان احنا بنقول بتحاط بهضبة المقطم والجزء بتاع الهرم، هضبة الهرم، فبالتالي دولت مرتفعين والقاهرة في وسطهم، فأي ملوثات أي ملوثات تدخل على القاهرة فتفضل تركيز موجود فيها لفترة قوية نتيجة أنها منخفضة بين التقليم دول. أن وجود القاهرة بين المرتفعين دول بيقلل من الرياح، بيقلل من تشتيت الملوثات، وبالتالي يبدأ تركيز الملوثات موجودة. طبعا. يبقى ده عامل مساعد أنه يساعد الملوثات تبقى موجودة في المكان ده. فدي برضو يعني من العوامل التوبوغرافية بالنسبة للقاهرة. طيب لما نيجي للأنشطة الصناعية، طب احنا لما نيجي نتكلم عليها بنقول بنعمل فيها ايه عشان نقدر نحد من التلوث اللي فيها. اولا بيبقى عندنا
اول حاجه. طب دكتوره الاول معلش انا هنمسك حاجه حاجه من دول. اتفضل. بس انا احب اسال حضرتك الاول انتم كمسؤولين في وزاره البيئه على علم كافي بمدى خطوره تلوث الهواء بالنسبه للانسان؟ طبعا يعني احنا ما بتيجي تشتغل على جزء لازم يكون ليه تاثيرات على صحه الانسان عشان انا اقدر اتكلم يعني اعمل الاحتياطات اللازمه ليه. يعني انا دايما ان احنا بنقول تلوث الهواء من المصادر اللي هي بتاثر على صحه الانسان وخاصه الاجهزه التنفسيه والاجهزه مش التنفسيه بس والاجهزه الاخرى. ليه؟ لان انا لما بقول انا بستنشق هواء ملوث ايه نوع التلوث اللي انا بستنشقه؟ يعني بقول ان الهواء فيه اتربه. طيب الاتربه زي ما اتكلمنا في الاول الاتربه الطبيعيه الصحراء دي اتربه ما تقلقنيش لانها بتطلع من الجهاز التنفسي للانسان. الاتربه دي بنقسمها على حسب القطر بتاعها، كل ما الاتربه بتبقى قطرها صغير كل ما تبقى اكثر خطوره على جسم الانسان. ليه؟ لانها ممكن دقيقه جدا تقدر تدخل مع تيار الدم في جسم الانسان وتترسب في اماكن معينه. فكل ما الأتربة أنا مش شايفها ودقيقة فبتدخل مع الدم مع جسم الإنسان. طب إيه نوع الأتربة دي؟ إن إحنا بنقول أتربة دي كلمة شاملة لكن بتختلف من نوع إلى آخر. يعني في أتربة طالعة لي من مصانع زي الأسمنت بتحمل أتربة خاصة بالأسمنت والسيليكا والحاجات دي. في أتربة طالعة لي من مصانع زي مسابك الرصاص. يبقى كل الأتربة بتاعتها عبارة عن نوع الرصاص. فالإنسان يستنشق هذه الأتربة بروساس تبدأ تترسب عنده في الجزء اللي هو العظم بتاع جسم الإنسان وتقدر تترسب فيه وتكون لي بقى الايه السلبيات بتاعتها هشاشة العظام وفقر الدم وحاجات كتير بتقدر تسببها. حضرتك ذكرت من ضمن المصادر التي تؤدي إلى تلوث الهواء المنشآت الصناعية. لو سألنا قبل ما نتكلم في دور الوزارة أو الجهود اللي أنتم تبذلوها للحد من تلوث الهواء الناتج عن تلك المنشآت، عايزين نتكلم ايه هي، المواطن يحب يسأل برضه ايه هو نوع المخالفات اللي ممكن تنتج عن المنشآت الصناعية. المخالفات اللي بتنتج من المنشآت الصناعية اول حاجة الانبعاثات الصادرة من المصانع بتاعته، انبعاثات الهواء اللي صادرة من المصانع، المخلفات الصلبة والبلدية اللي بتطلع منه، المخلفات السائلة سواء صرف صناعي او الصرف الصناعي بتاع المنشآت، دي انواع المخلفات اللي بتطلع من المصنع. طب نعمل ايه في كل حاجه؟ عندنا انبعاثات بتطلع من المداخن. طب انا عشان اعمل كنترول للانبعاثات اللي طالعه من المداخن دي يبقى معنى كده ان لازم السيستم بتاعه يبقى متوافق من الناحيه البيئيه عشان يقلل لي التلوث الخارجي. طيب ممكن هو يقول لي انا متوافق بيئيا وبطلعش تلوث، انا بقدر اعمل ايه؟ انا بقدر اراقبه على مدار 24 ساعه. عندي نظام في وزاره البيئه ليه اسمها شبكه قوميه لرصد الانبعاثات الصناعيه، بيبقى سيستم متركب على المدخنه اللي موجوده في المصنع ومتركبه عندي هنا على اونلاين سيستم في جهاز شؤون البيئه، اقدر اشوف لحظه بلحظه الانبعاثات واتابعها بتركيزاتها دقيقه بدقيقه. يعني المفروض من المفترض ان كل مصنع يكون عنده المنشآت الصناعيه الكبرى. بيكون في جهاز انتوا بتشوفوا من خلاله تقيسوا مدى الانبعاثات اللي طالعه، التركيزات اللي طالعه للملوثات اللي طالعه من المدخنه بتاعته. وده على ارض الواقع موجود، وده على ارض الواقع موجود هنا في جهاز شؤون البيئه، بيشتغل عليه فريق عمل متكامل. احنا بدأنا بجميع مصانع الاسمنت يعني على مستوى الجمهورية كلها، يعني اكتر من 128 مدخنة موجودين اونلاين سيستم في اي لحظة خلال 24 ساعة وتطلع لي المخالفة. حتى لو مش موجودة في القاهرة؟ حتى لو مش موجودة في القاهرة، في بعض المحافظات وبعض المراكز بتبقى زي مثلا ادي لحضرتك مثال ميدغامر مثلا بتبقى فيه، انا بشوف مداخل كتير هناك موجوده هناك، دي مداخل مصانع الطوب. ماشي. الحاجات دي انتوا على اتصال بيها برضه اونلاين ولا لا؟ انا بقول لحضرتك الصناعات الكبرى، الكبرى. زي ممكن صناعه اسمنت، حديد وصلب، المصانع، محطات توليد الكهرباء، مصانع الاسمده، الحاجات اللي هي كبيره. الجزء الثاني الصناعات الصغرى ليها نشاط اخر اقدر اقول لك عليه. فبالتالي الصناعات الكبرى لانها بتسبب حمل كبير في التلوث
وما بسبب حمل كبير في التلوث، يبقى معنى كده ان لو عملت لها هي كنترول يبقى انا حديت وقللت من التلوث اللي طالع. ليه؟ لان انا ممكن جدا دي بتساعدني في حاجه اسمها التخطيط البيئي الاستراتيجي. ممكن جدا يكون مصنع متوافق معايا جدا بيئيا، لكن مع كثره عدد المصانع في مساحه صغيره تعمل حمل بيئي على المكان، فبالتالي ما ينفعش ان انا اقول يطلع منشاه صناعيه اخرى في هذا المكان. حتى لو كل منشاه من حتى لو كل منشاه متوافقه، لكن مجموعهم مع بعض غير متوافق مع التركيزات الخاصه بالهواء اللي احنا بنستنشقه. طب قياسا على كلام حضرتك قلنا طيب ما في بتنشا على مستوى القاهره الكبرى عدد كبير من المصانع، اعتقد انه يفوق احتمال المنطقه. انت دلوقتي لو لاحظت بقالنا كام سنه في القاهره الكبرى لم ينشا مصانع كبرى، لم ينشا مصانع كبرى، لو كانت كلها تبقى حاجات صغيره، الحاجات البسيطه الصغيره، لكن مصانع كبرى، ان القاهره بالذات وخاصه جنوب القاهره منطقه متشبعه بالجزء المصانع اللي عندها، فما ينفعش نقيم جنبها نشاط كبير تاني جنبها. ده اللي هو بنتكلم عليه التخطيط البيئي الاستراتيجي، مجموعهم كلهم يعمل لي تلوث، لكن لو كل واحد منفرد متوافق بيئيا يبقى ما ينفعش ان هم ان انا ازود الحمل البيئي على المكان. طب دلوقتي دكتور لو جه النهارده حد عايز يعمل مصنع للصناعات الكبرى اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، بياخد ترخيصه منين؟ اولا ما بيتعمل اي مصنع للصناعات الكبرى اولا بيبقى خارج القاهره، بيدخل بيقدم في هيئه التنميه الصناعيه، هيئه التنميه الصناعيه بتديله لا تبع وزاره الصناعه، هيئه التنميه الصناعيه تبع وزاره الصناعه، بيبقى في تنسيق بين الجهات. ما في حاجه اسمها تنميه منشات صناعيه عندكم تقريبا؟ احنا عندنا اسمها الاداره البيئيه، بيقدم من ضمن مستنداته دراسة عن تقييم الأثر البيئي للنشاط اللي هيعمله في المكان ده. في المكان ده احنا لما بتقدم هذه الدراسة المفروض انها بتستوفى ايه؟ بتستوفى المكان ده بيبعد عن قد ايه عن منطقة سكنية، بيبعد عن قد ايه عن نشاط اخر، بيبقى فيه تخطيط بيئي. طيب دي منشأة، دي منطقة صناعية، الصناعات اللي موجودة جنبك هل نفس نوع الصناعة اللي انت بتعملها، ولا انت بتبنى مصنع مثلا زي حديد وصلب وبتعمله جنب مصنع بسكوتات بتاع اطفال؟ يبقى ساعتها ما ينفعش. حضرتك ان خلينا نتكلم بصراحه دكتوره، ان الورق التقرير بتاع وزاره البيئه ده بيعتد بيه عند منح الترخيص؟ طبعا 100%، لان لو ما خدش موافقه بيئه، موافقه وزاره البيئه على اقامه هذا النشاط، فالمشروع بيبقى واقف بيقف. ليه؟ لان احنا ده تقييم اثر بيئي، احنا بنكتب ايه المعوقات او ايه الاشتراطات اللي المفروض انها تستوفى، وهذه الدراسه غير مستوفيه هذه الاشتراطات. لو هو انا بديله فتره عن شويه تساؤلات عندي، لو هي مش مستوفيه قدر يغطي لي هذه التساؤلات، ومن ناحيه التخطيط البيئي الاستراتيجي اللي احنا بنتكلم عليه شفته ان هو مناسب لهذا المكان، انا بديله الموافقه بتاعته. لو لقيته غير مناسب لإنشاء هذا النشاط في هذا الموقع، أنا ما بديلوش الموافقة بتاع وزارة البيئة. ولما بيخل من ضمن الموافقات اللي معاه موافقة وزارة البيئة مش موجودة، فطبعا دي بتبقى معوق كبير ليه لإنشاء لإقامة هذا المشروع. وإحنا هنا زي ما أنتم عارفين إن إحنا بيبقى في عندنا ثلاثة كاتيجوريز لتقييم الأثر البيئي، في اللي هي القائمة ألف، اللي هي القائمة ألف اللي هي المنشآت الغير ملوثة للبيئة، اللي هي القائمة البيضاء اللي بنتكلم عليها. بعد كده بنقول القائمة ب، قائمة ب اللي هي الرمادية، اللي هي ممكن تكون ملوثة بس مش بخطورة كبيرة، ممكن يتحط لها اشتراطات تتوازن مع البيئة. والقائمة اللي هي بنقول عليها جيم، اللي هي القائمة السوداء، اللي هي الصناعات الثقيلة اللي هي ممكن تسبب تأثيرات بيئية عالية، ودي طبعا اللي احنا بيبقى عليها اسبوت جامد في المخالفة التعامل. دي اللي هي بتبقى المصانع الكبرى زي ما الكبرى دي الكبرى الصناعات الكبرى اللي حضرتك ذكرتي زي ما مصانع الاسمنت بالظبط.
ماشي. حديد والصلب، حديد والصلب، الكوك، صانع السماد، لانها بيطلع منها تاثيرات بيئيه سلبيه جامده على صحه الانسان، عشان كده بيبقى ليها وضع خاص وليها اشتراطات كبيره بيتحط فيها. المشاهد بالتاكيد بيتبادر لذهنه سؤال في سياق هذا الحديث، بيقول طيب ما اذا اتكلمنا عن حاجه زي الحديد والصلب مثلا، بيكون عاده ما يكون اصحاب المصانع دي من رجال الاعمال الكبار اللي لهم سطوه ولهم نفوذ، من خلاله يقدروا ان هم يجيبوا التصريح في اي مكان. ترد تقولي على الكلام؟ والله احنا بالنسبه لنا ما بيجي دراسه تقييم الاثر البيئي بدون اي تحيز لاي حد، بنقدر ندرس الدراسه طبقا ليه القوانين المسموح بيها، وبنطلع الخطاب بتاعنا سواء بموافقة أو برفض أو باستيفاء بيانات إلى حين البت في الموضوع ده، اللي احنا الإجراءات اللي بنتخذها. طيب كل حاجة ده في حالة لو مصنع جديد بينشأ من جديد. طب في حالة ما برضو وزارة البيئة أو الإدارة المركزية لكوارث والأزمات بالتأكيد مسؤولة عن كل مصدر من مصادر تلوث الهواء وعن التعامل مع تلك المصادر. طيب اذا كانت هذه المصانع هي موجوده بالفعل ومن زمان عدد كبير من المصانع في منطقه معينه لا تحتملها مساحه هذه المنطقه وتصدر عدد من الانبعاثات الضاره بالهواء، بس هي موجوده يعني ترخص لها من زمان وموجوده، هل يتم التعامل معها ولا بيكون خلاص امر واقع؟ لا طبعا بيتم التعامل معاها، لان في حاجه اسمها عندنا خطه توفيق اوضاع. يعني ايه توفيق اوضاع؟ ان هي مصانع كانت ملوثه، فالمفروض انها تبدا انها تحدث من التكنولوجي بتاعها عشان تبقى متوافقه مع قانون البيئه. زي ايه؟ طب مصنع ترى للاسمنت، مصنع ترى الاسمنت ده مصنع منشا من سنه 26. طبعا احنا من اول 2000 لما انشانا الشبكه بتاعه الرصد المستمر والمتابعه كان في تجاوزات عاليه جدا في هذه المنشات. بالتالي لما بعد كده دخلنا معاهم في خطط اسمها توفيق الاوضاع، واديناهم دخلوا في مشاريع بمنح وقروض عشان يغيروا التكنولوجيا بتاعتهم ويستخدموا فلاتر مطابقه لقانون البيئه. لما نيجي دلوقتي نعمل مقارنة بين الانبعاثات اللي كانت بتصدر في سنة 2000 و2003 والانبعاثات اللي بتصدر الآن، وعدد المخالفات اللي كنا بنعملها لهم في السابق وعدد المخالفات الحالية، هلاقي فرق كبير جدا في عدد المخالفات وفي التجاوزات والتركيزات اللي صادرة من هذه المنشآت. فبالتالي بتدخل في خطط توفيق الأوضاع. توفيق الأوضاع معناها إيه؟ إنه يبقى متوافق مع تحت الحدود المسموح بها في قانون البيئه. من ناحيه يعني كل ملوث بيطلع المفروض ان في قانون البيئه ليه رقم معين لا يتجاوزه، لان لو تجاوز هذا الرقم يكون ليه تاثير سلبي على صحه الانسان. ذكرت في بدايه الحديث الدكتوره ان حتى لو بعض المصانع متوافقه مع البيئه فعدد المصانع دي في مساحه معينه قد لا يتفق مع البيئه. أيوة. صح. طب انا بتكلم دلوقتي قبل ما نتكلم في كميه الانبعاثات والتحكم فيها، انا بتكلم كيف نوفق اوضاع هذه المصانع اللي مجرد عددها غير متوافق مع تلك المساحه. لا انا بقول لك ان التخطيط البيئي الاستراتيجي ان انا ما اعملش اضافه كمصنع جديد. الوضع الحالي يبقى انا لازم اوفق اوضاعه واغيره، واحط يتم مناقشه ان المصانع اللي المفروض لما يجي يحصل احلال وتجديد للخط من اوله يتحط رؤيه، لكن لسه لم يبت فيها، انها تتعمل احلال تدريجي في مناطق بعيده عن المناطق السكنيه. يبقى انا ممكن على اللونج ران ان انا اشيل خطوط واحولها الى اماكن اخرى. وده في بعض مصانع بيتم الان. بيتم يعني الان في منطقه جنوب القاهره بعض مصانع بيتم كده. بلغه المشاهد البسيط معنى كلام حضرتك ان احنا ممكن ننقل مصانع باكملها الى مناطق خارج الكتل السكنيه؟ ممكن تدريجيا، يعني بدل ما انا اعمل احلال وتجديد في نفس المكان اعمل احلال كل خط خلاص ان هو مش قادر على الانتاج تماما هو يتعمل جديد، يتعمل في منطقة أخرى بعيدة عن المناطق السكنية.
لكن بيبقى ليها شوية زي ما بنقول معوقات أو شوية حاجات، إنها توفير الأرض وتوفير شوية البنية الأساسية وكذا وكذا، لكن هي دي الرؤية المستقبلية في المناطق اللي هي بنقول إيه مكدسة بالأنشطة الصناعية، زي منطقة حلوان مثلا، زي الحاجات دي. وده اللي بيتم حاليا في بعض مصانع موجودة في جنوب القاهرة. لكن بيبقى ليها شوية زي ما بنقول معوقات أو شوية حاجات، إنها توفير الأرض وتوفير شوية البنية الأساسية وكذا وكذا، لكن هي دي الرؤية المستقبلية في المناطق اللي هي بنقول إيه مكدسة بالأنشطة الصناعية، زي منطقة حلوان مثلا، زي الحاجات دي. وده اللي بيتم حاليا في بعض مصانع موجودة في جنوب القاهرة. جدا للمشاهد ان هي مكدسة بالمنشآت الصناعية، زي حلوان، زي برضو في اكتوبر، في بعض المناطق زي ممكن ميدغابر، بس حضرتك ذكرت ان هي مصانع الطوب على فكرة، زي الحرفيين، زي المناطق دي كلها. ما دي كلها ما يعني الحرفيين برضو دي منطقة المفروض انها منطقة مخططة ومعمولة حرفين للمنشآت الصغرى، فكويسة جدا. مصانع الطوب زي زفت أو مدغمر ومنطقة عرب بوسعد بحلوان، دي مناطق دي بقى ممكن انها يعني بيتغير نوع التكنولوجي اللي بيستخدموه والوقود اللي بيستخدم، بحيث انه ما يطلعش انبعاثات، لان مصادر التلوث اللي طالعه من مصانع الطوب كلها عبارة عن حرق الوقود. كل شغلته ان هو طالما وقود ملوث فبيطلع عنه انبعاثات كبيرة، وهم بيستخدموا كانوا المازوت وبتكنولوجي بدائية جدا، فبالتالي بتطلع كمية الحرق مش كاملة، وبتطلع ملوثات عالية جدا من مصانع الطوب، ودي خطيرة جدا لانها بتبقى دقيقة قوي وخفيفة جدا، وزنها خفيف مش زي بتاعت الصحراء. نعم. فبالتالي تقدر تطلع مسافات طبعا. تمشي مسافات سريعة جدا وتقدر تخش في جسم الإنسان. احنا دلوقتي بندخلين معاهم على ان احنا بنغير لهم الوقود للغاز الطبيعي. يعني منطقة عرب أبو ساعد كنا من 2007 غيرنا 50 مصنع للعمل بالغاز الطبيعي، وديناهم قروض وعملوا منح وتحول فعلا، ولغايه لما بقى متوافق مع متوافق مع قانون البيئه. داخلين في نفس المشروع على مصانع الطوب اللي موجوده في التكدسات، برضو تجمعات كده زي الموجوده في زفت ومدغمر وبقيه منطقه عرب ابو سعيد. لو هي استخدموا الغاز الطبيعي كوقود مش هتبقى في مشكله من المشاكل دي، لان فيها ليها ولاعات معينه بنظام تكنولوجي معين، فبالتالي ما يبقاش في اي انبعاثات من الغاز الطبيعي، لان احنا دايما بنقول ان الغاز الطبيعي وقود صديق للبيئه. فدي اللي احنا الترند اللي احنا ماشيين عليه في الصناعات الصغيره. ازاي يتم التعامل مع اي منشاه صناعيه مخالفه؟ بيتم التعامل اولا بيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. عندنا القانون بيبقى بيدينا إن إحنا ممكن نغلق مصانع غير مطابقة للاشتراطات البيئية. لسه في منطقة الدلتا في 4 مصانع مقفولين في الشهر اللي فات نتيجة لمخالفتهم للصرف الصناعي اللي بيصرف من هذه المصانع عشان بتلوث مياه نهر النيل، فلسه مقفولين الشهر اللي فات في منطقة الدلتا. فإحنا بناخد نعمل عقوبات، بنعمل غرامات، بنعمل تعويضات، وبالتالي لما وبنديهم فرصة لتوفيق الأوضاع، لو مشيوا جديا في توفيق الأوضاع بنمشي معهم بمهل معينة. لو لقينا إن الشركات متقاصة وبرضو مصممة على المخالفة، فهي ما بقاش في غير الغلب طبعا بالتنسيق مع مجلس الوزراء. ما اعرفش بيسموها صفه الضبطيه القضائيه او طبعاً. او الغرق بمعنى صفه التنفيذ. طبعا احنا لينا ستاف كبير جدا اللي بينزلوا يفتشوا على هذه المنشآت معهم الضبطيه القضائيه رسمي، ان هو يقفل المكان. طبعا ما احنا لازم يكون معانا ضبطيه قضائيه، لان انت ما تقدرش تدخل من غير ضبطيه قضائيه وتغلق بناء على ايه. طب خلينا نتكلم بصراحه، الضبطيه القضائيه المفروض تكون في ايديكم ولا في ايدين الجهه اللي منحت هذه المنشات التراخيص؟ لا، في ايدينا احنا، لينا تفتيش،
فانا اما ادخل افتش يبقى انا ليا السلطه ان انا اطبق القانون، يبقى انا معايا الضبطيه القضائيه لتطبيق القانون اللي انا بنفذه، لان انا اللي براجع. يعني المنطقه اللي منحت الترخيص هي منحت الترخيص، شغلتها تمنح الترخيص، لكن في وظائف ناس اخرى شغلتهم يتابعوا هذه المنشآت في تنفيذ ما هو نص عليه الترخيص. يعني واخد بالك، هو مترخص على امور معينه. في ناس كتير تاخد الترخيص وبعد كده تعمل زي ما بيقولوا تعمل ما بدلها، يعني تغير وتعمل والكلام ده. ايه فايده المفتش؟ انه بيتابع اسمها الالتزام البيئي، بيتابع انه لسه ملتزم بيئيا. لو ان هو خرج عن هذه الحيود يبقى معنى كده ان هو ياخد المخالفه، الاجراءات القانونيه تتبع طبقا للغرامات والحاجات القانونيه اللي عندنا في القانون. كده هنتكلم عن البنزين. البنزين، هل كل انواع البنزين الموجوده في السوق خاليه من الرصاص؟ والله انا في سنه من السنين نزلت بنفسي جبت عينات بنزين من محطه البنزين عشوائي عشان اشوف نسبه الرصاص فيها، ونفس الكلام بلغت المحافظات بتاعتي، لان احنا عندنا فروع في محافظات مختلفه وفيها معامل، وقلت لهم قيسوا لي نسبه الرصاص، انا هقيس في القاهره وكل محافظه تقيس عندها. الكلام ده من تقريبا 4-5 سنين، كل محافظه تقيس عندها عشان اتاكد بقى، يعني واخد بالك. فلقيت فعلا في القاهره كل البنزين خالي من الرصاص 95 و92 و90، جينا على و80 في القاهره، لقيت تريسز صغيره جدا في بنزين 80. جينا على اسيوط لقينا ان فعلا البنزين خالي من الرصاص فيما عدا بنزين 80، واخد بالك. فقلنا طبعا يعني البنزين اللي في القاهره خالي تماما من الرصاص لغايه بنزين 80، التريسز دي يعني لا تذكر، لكن اللي موجود في الصعيد كان بنزين 80 فيه رصاص. فطبعا احنا بلغنا طبعا وزاره البترول وهم عارفين، فقالوا انها بتمشي بنزين 80، قالوا انها بتمشي جرادولي، بنبدا من القاهره وبتمشي جرادولي لغايه لما تنتهي. فنامل ان الفتره ديت نكون بنزين 80 بتاع الصعيد انها بقى خالي من الرصاص. الكلام ده كان من 4-5 سنين. يعني دلوقتي يعني ان شاء الله ده هي كانت في الخطه، وقالوا له انها كانت في الخطه بتاعتهم، فممكن دلوقتي ان شاء الله لو بدانا ناخد عينه ثانيه عشوائيه من اسيوط ونديك النتيجه بتاعه بنزين 80 بتاع اسيوط ان شاء الله. دكتور كوثر، كيف يتم التخلص من النفايات الطبيعيه او الادميه؟ النفايات الادميه طبعا ديت انت عندك الصرف الصحي عادي ما فيهوش اي مشكله. دلوقتي بتحصل تجارب كتير على مخلفات محطات الصرف الصحي اللي هي الحمقى، اتعمل عليها تجارب كتير وقالوا انها ممكن تستخدم كبدائل وقود، وعملنا تجربه فعلا في مصانع زي الاسمنت، وبحيث ان احنا ممكن انها تتحرق في مصانع الاسمنت ويطلع تستخدم كبديل للوقود. دي الحاجات دي قائمه في الوقت الحالي، دي موجوده. بعد كده عندنا بقى اللي هي الصرف الصحي، ان احنا ممكن ساعات بيحصل معالجه لهذا الصرف، معالجه طبعا اوليه، مش هقدر اقول لك سنويه او ثنائيه، معالجه اوليه وبيتم بيها زراعه غابات شجريه، وبيتم زراعه اشجار على الطرق للتجميل، يعني مفيش حاجه تتاكل، مفيش حاجه، بس جاست انها للزينه او غابات شجريه نقدر نستفيد من مياه الصرف الصحي في جزئيه زي كده. فدي طبعا بالنسبه لنا يعني نزود الخضره على اساس نقلل التلوث وهكذا يعني، ونستفيد من ميه الصرف الصحي كلها. طيب ايه هي الضوابط القانونيه للتخلص من المخلفات الزراعيه؟ المخلفات الزراعيه انت عارف انها دايما بتسبب لنا مشكله في الحرق بتاعها، وخاصه زي ما بنقول قش الرز وفي ايام الخريف. ليه دايما بنقول في ايام الخريف بتظهر الظاهره دي؟ ليه؟ لان احنا حصاد، اولا زراعه رز بكميه كبيره، نفس فترة الحصاد قصيرة تقريبا 50 يوم ولا حاجة و40 يوم، ولازم يتم الزرعة الجديدة. فكمية منتج كبير تقريبا بتاع 4 مليون طن قش رز موجودين، لو احنا بنزرع 2 مليون كل فدان بيطلع 2 طن قش.
فاضرب على طول في 2 كمية القش اللي بتبقى طالعة، ولازم يتخلص منها الفلاح في فترة قصيرة جدا. طب ليه بتظهر الظاهرة دي في الخريف بالذات؟ الخريف العوامل الجوية بتاعته مختلفة تماما عن طول السنة، فبيساعد على تركيز الملوثات، فأي حرق بيبقى موجود بيفضل متعلق في الهواء نتيجة عوامل جوية. طب احنا بنعمل ايه بالنسبة للمخلفات الزراعية؟ اولا عندنا أنشطة كتير، اولا قانون البيئة بيمنع الحرق المكشوف ايا كان حرق مخلفات صلبة او حرق مخلفات زراعية، اي حرق مكشوف ده اساسا مجرم قانونا. هو مجرم بس منتشر بطريقة كبيرة جدا، عشان كده احنا لما بننزل بنبقى حملات موجودة في وقت موسم الحصاد، اي واحد بيحرق بتتعمل له مخالفة قانونية. اي حرق مكشوف؟ اي حرق مكشوف موجود، وخاصة في موسم السحابة في قش الرز ده على طول على طول بتتعمل مخالفة قانونية اسم المزارع. كان الحرق ده موجود في منطقة تعتبر يعني زي ما هنقولها بالبلدي كده على عينك يا تاجر، وبيتم الحرق ده، وانا اقصد بده حرق القمامة، وحرق القمامة ده بيتم في بعض المناطق الموجودة في قلب القاهرة ومنها منطقة المعطى. في القاهرة وغير القاهرة للأسف الشديد يعني. كده ده على عينك يا تاجر ومعروف أماكنهم في التوقيت. في القاهرة وغير القاهرة. هل بيتم ملاحمة الأماكن دي؟ ولا خلينا نتكلم بصراحة يا دكتورة، ولا في ظل هذا الارتباك الموجود في البلد بيكون هناك تخوف من مواجهة بعض البلطجية أو بعض من يحمون هؤلاء؟ وده فعلا اللي بيحصل الفترة ديت، لأن إحنا قبل فترة الانفلات الأمن ديت، يعني إحنا لما كنا بيتم مداهمة الأماكن اللي هي مقالب المخلفات الصلبة، وبندخل بالمعدات بتاعتنا سواء في إطفاء حرائق أو دلوقتي في الفترة اللي هي الانفلات الأمني بيبقى في حذر شديد، لأن هم عندنا الشباب بتوعنا واجهوا حاجات زي دي في نزولهم في أماكن فيها حرق، وواجهوا مشاكل. فدي برضو كانت نقطة من ان انت تلاحظ ان الفترة دي ممكن انها زاد فيها عملية الحرق نتيجة لعدم يعني ممكن تكون يعني كان حتى بعض المسؤولين يقولوا لي الجهاز الامني حاليا مشغول طبعا، فبيبقى مثلا صعب ان انتوا تنزلوا لوحدكم في الزون. طبعا الجهاز الامني مشغول وكان الله في عونه، لكن برضو السلوكيات الخاطئه والناس اللي هي الانفلاتات بالهجوم ده يعني اصبح انها يعني ايه، ان بمعنى زي بيقول لك مش همامهم ان ممكن يكون حد اي حاجه قانونيه يعني، وفي تعرض بقول لك بيوقفوا لهم بطريقه يعني ممكن توصلوا بالاسلحه يعني والله. يعني تعرضوا لحاجات زي دي يعني. علاقه استهلاك الكهرباء بتلوث الهواء؟ اولا استهلاك الكهرباء، انت عشان تولد كهرباء لازم تستخدم وقود صح؟ يبقى معنى كده لو استخدمت وقود نظيف مش هيطلع لي تلوث، يبقى ما فيش تلوث. لو ما احنا كنا بنستخدم الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء زي ما كنا عاملين قبل كده فبالتالي كانت التلوث منه قليل، وخاصة أكاسيد الكبريت. ليه؟ لأن احنا عندنا هنا محطات رصد كاملة منتشرة على مستوى جميع الجمهورية 87 محطة رصد، لو في تركيزات في غازات معينة تظهر في منطقة بتظهر لي عندي هنا وأنا لازم أروح أشوف المنطقة دي شكلها إيه. حصل من كام سنة إن في محطة تركيزات الملوثات أكاسيد الكبريت زادت عن الحدود المسموح بيها في حتة معينة، قعدنا ندور على السبب ونزلنا سيرفي لقينا ان محطة الكهرباء اللي موجودة في المنطقة دي اللي كانت بتشتغل بالغاز الطبيعي بدأت تشتغل بمازوت. ومازوت فيه كبريت، طلع لي اكاسيد كبريت كتير من المدخنة فبالتالي عرفنا ان هنا في مشكلة. طبعا كان تقريبا الكلام ده كان 2008 او كده، ان احنا تم النقاش مع وزير البترول بتوفير الغاز الطبيعي للمنطقة دي، لأن المنطقة دي في منطقة حساسة وتكدس سكاني والتركيزات بتقول كذا وتأثر على الصحة العامة وتأثر كذا، فبالتالي كان في شورتج معين في حقل من الحقول اللي هي بتاعت البترول عشان كده ما كانش متوفر،
وبعد كده توفر لها الغاز وبقى خليت في حدود القانون. بس انا اعتقد بالنسبه لحضرتك جبت سيره الكهرباء. انت اللي جبت سيره الكهرباء. سيره الكهرباء حضرتك ذكرتي ان المحطه ابتدت تستخدم وقود وكده. هل دلوقتي طلع طبعا ده مش 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 مسؤوليه حضرتك، ولكن برضو انت بتتعاملي مع مع تلك المحطات، انقطاع الكهرباء ده بيكون نتيجه او بمعنى اصح كل المحطات النهارده بتستخدم الغاز الطبيعي؟ هي كانت كل المحطات يعني نسبه كبيره جدا من المحطات بتستخدم الغاز الطبيعي. بس احنا بنشوف محطات كتير قوي بيقول لك مشكله الكهرباء نتيجه نقص الوقود. ما هو نقص الوقود يبقى نقص، كان في الفتره دي نقص نسبه الغاز الطبيعي. واخد بالك؟ طيب استعوضوه بايه؟ بالمازوت. استعوض بالمازوت يبقى معنى كده اكاسيد الكبريت والاتربه عندي هتزيد. طيب فهو نوع الوقود زي ما بقول لك هو اللي بيطلع لي الانبعاثات اللي موجوده عندي. مازوت يبقى انا برضو البيئه هتستخدمه مازوت، يبقى معنى كده تركيز الملوثات يا جماعه هيطلع من محطه الكهرباء غصب عنهم. لما يعمل كنترول هيعمل كنترول بقدر الامكان، لكن برضو في تركيزات هتطلع نتيجه ان المازوت نفسه فيه نسبه كبريت موجوده وفيه كذا. كميه الغاز الطبيعي من خلال تعاملك مع وزاره البترول، كميه الغاز الطبيعي التي يجب توفيرها لتلك المحطات غير كافيه؟ يسأل عنها بقى الناس بتوع الغاز الطبيعي وبتوع محطات الكهرباء. احنا شفنا في بعض المحطات مش كلها شغاله بالغاز الطبيعي نتيجه للشورتج اللي موجود في الغاز الطبيعي دلوقتي. طب ما في دلوقتي مصانع الاسمنت كتير في مصانع اسمنت كتير دلوقتي كانت شغاله كلها بالغاز الطبيعي، في خطوط كتير واقفه منها عشان ما فيش غاز طبيعي. بس يعني هي دي النقطه، واحنا كنا بنشجع استخدام الغاز الطبيعي في الوقود في المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة عشان الانبعاثات. حضرتك متفائلة؟ لازم نتفائل عشان نقدر نعيش، لازم نتفائل، فان شاء الله ان شاء الله. مصدر التفاؤل ده هو مصدر واقعي موجود بالفعل، شايفه ان في بوادر تدعو الى هذا التفاؤل. هو واقعي، هو واقعي لسه، لكن احنا بنامل ان شاء الله، نامل ان شاء الله وعندنا امل كبير ان الفترة الجاية هتبقى احسن من الفترة ديت. ان شاء الله باذن الله. دكتوره نورتينا في برنامجنا، في نهايه اللقاء بشكر الدكتوره كوثر حفني رئيس الاداره المركزيه للكوارث والازمات البيئيه في وزاره الدوله لشؤون البيئه. نلتقي بكم في حلقه قادمه من برنامج الصحه اليوم، مع تحيات عمرو لطفي. شكرا والى اللقاء. Thank you.